اولا مو كل عمر تعطيه جهاز، ما يصير اطفالنا ما يصير نفتح لهم المجال، بعدين يعني يتعوقون، يصير عنده اعاقة. انتبهوا لها يا امهات، لا تقولين ابى ارتاح من طفلي لذلك عطه الجوال وعطه ايباد، روح اشتله. انت ربما ترتاحين من فترة لكن تتعذبين به مستقبل، تعبك في المستقبل. وانتو يا ابا لا تعطيه، عنده تبتل تعطيه عطه فترة محدودة تفضل، لكن افتح له لا. حتى الولد يطلع بنش عقبة الاحظة حتى يطلع عنده نشأ طيب ومبيض للوجه، مثل بعض الآباء في الواقع لما أحسن التربية لأولاده شوفه يدخل بهم المجلس ورافع راسه. ليش؟ لأن استعمل وياهم هالأسلوب، وفعلا الولد الطيب يرفع الرأس، خصوصا لما يصير حدث غلام، وإذا تشوف روحية روح تعلق مع الله، تشوف حتى أبوه لما يرحل عن الدنيا الناس يذكرون الأبو في هذا الولد.